موقف صعب الحقيقة يا عادل، تعرض له المطرب الاسكتلندي العالمي لويس كابالدي، دفعه لإلغاء كل حفلاته الموسيقية خلال الفترة المقبلة. طبعا السبب بعد أن تعرض لنوبة على المسرح، سببها متلازمة تريت التي يعاني منها. اضطراب يشتمل على حركات تكرارية أو أصوات غير مرغوب بها، لا إرادية، لا يمكن السيطرة عليها بسهولة. بالفعل لويس كابالدي مشاهدين بالغ أو يبلغ من العمر 26 عاما، فقد صوته خلال غنائه أغنيته الشهيرة Someone You Loved، ليبادر الجمهور على الفور بإكمال الأغنية وبتشجيعه. اعترف مؤخرا بأن في لقاءات مصورة بأن المشاكل صحة العقلية كانت من الأعراض المباشرة لعمله، وشارك في صراع طبعا مع توريت، معترفا بأنه قد يتخلى عن الموسيقى إذا ساءت صحته العقلية بسبب هذه المتلازمة. تحدثنا عن هذه المتلازمة. كثير معلومات خاطئة عندنا واعتقادات خاطئة. احنا تحدثنا عن هاي المتلازمة، متلازمة توريت على فكرة، بس جميل جدا. كثير حبيت انت بدك تحكي عن موضوع اخر. كثير قبل هيك بس بدي حبيت اعلق قديش جميل لما الجمهور يتضامن مع فنانه المفضل ويشجعه بهذه الطريقة. لمتابعة المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانية والوثائقيات والتقارير الاخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.